الإمام البيهقي في سننه الكبرى يروي حديثا عن سيدنا جندب رضي الله عنه، يقول سيدنا جندب صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مخاطبا التابعين، لذلك أنا أريد الآن أن تستحضروا أن المخاطب من؟ ليس نحن التابعون، ثم قيسوه على أنفسكم بعد ذلك. قال معنى الحديث: عندما كنا صغارا كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم يعلمنا القرآن فنزداد إيمانا. وأنتم، الخطاب لمن؟ للتابعين. وأنتم تتعلمون القرآن قبل الإيمان، نقطة، انتهى الحديث. لكن أنت تعلم بمفهوم المخالفة أنه معناه أنكم لن تزدادوا إيمانا بقراءتكم للقرآن. وهذا ليس فقط في سنن البيهقي، بل حتى في كتب السنة كلها ستجدون عدة أحاديث تخبر بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون العشر آيات ثم لا يتجاوزونها حتى يؤمنوا بما فيها من عقائد ويعملوا ما فيها من أحكام فقهية، فإن أتموا هذا انتقلوا إلى ما بعده. بل هناك رواية أنهم كانوا يتعلمون الخمس آيات ليس العشرة، حتى العشرة كثير. قارنوا الآن كيف، لماذا كان الصحابة يزدادون إيمانا؟ هذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. كيف يزداد الإيمان؟ طبعا بزيادة الفهم، بزيادة العلم، هذا هو.